على بعد خطوة من السقوط في وحل المجاعة المحتملة، من ينقذ اليمنيين من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ سيما وقد أخذت مؤشرات غلف التفشي والمساس بشكل مباشر بحاجة المواطن ومتطلبات معيشته اليومية. مستويات مرتفعة وغير مسبوقة لأسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة في عموم محافظات البلاد ومنها الجوف، ترافق التهاوي المخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية التي وصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية. يقول مراقبون فيما الحكومة الشرعية وبنكها المركزي والتحالف الداعم لها يظهران بوجه أكثر إخفاقا وتعاسة في إنقاذ الوضع وإيجاد معالجات سريعة وطارئة لاستقرار العملة المحلية وضبط حدود الصرف. الحكومة الشرعية يجب عليها أن تتحمل كافة المسؤولية في هذا الانهيار المخيف وهذا التدهور الاقتصادي في هذا البلد. يجب عليها أن تتحلى بالمسؤولية ويجب عليها أن تواجه هذا الانهيار بشتى الوسائل وبشتى الطرق. المواطن اليمني يجد نفسه وحيدا في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفوق قدرته على تحمل أسعارها الملتهبة والتي بلغت فيها نسب ارتفاع أسعار الدقيق والزيت والسكر ومواد أخرى إلى 100%، علاوة عن تلاعب التجار بأسعار السلع من متجر لآخر في ظل غياب دور مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة المعنية بتوحيد البيع والشراء والحد من هذا التلاعب بالأسعار. ارتفاع جنوني للأسعار وغياب دور السلطة المحلية ومكتب التجارة والصناعة، لا يوجد لهم أي دور، لا رقابة ولا توحيد للأسعار، غلاء الأسعار غلاء جنوني. يعني الكيس الدقيق عند واحد ب 11 وواحد ب 15 وواحد ب 14. بين نار الأزمة ومخاوف المجهول يترقب اليمنيون أي انفراجة للخروج من هذه الأزمة التي يسكبون نهاراتهم في دوائر حربها اليومية ويتجرعون خذلان تحالفاتهم، ولسان حالهم يقول ليس قدر اليمني أن يموت جوعا أو قتل حرب، فمن ينقذ اليمنيين من أزمتهم الاقتصادية والإنسانية؟ علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.